نشرة الأخبار من قناة جلدي زاد، أهلا بكم. بداية، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية خصص الاجتماع للدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022. كما تناول الاجتماع عروضا جديدة منها مراجعة البرامج التعليمية والكتاب المدرسي والتحضيرات الخاصة بستينية الاستقلال. في خبر آخر، أشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الأحد على انطلاق العيادة المتنقلة للكشف عن داء السكري، وذلك بحضور وزيرة البيئة، وزير الطاقات المتجددة، سفيرة مملكة الدنمارك، ممثلو شركة نوفو نورديسك، وعدد من إطارات الإدارة المركزية. بن بوزيد أكد بهذه المناسبة أن هذه القافلة التحسيسية والتوعوية للكشف عن داء السكري ومضاعفاته بدعم من العيادة المتنقلة قافلة السكري جاءت بعد العديد من القوافل التي أطلقتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء، مشيرا في الصدد إلى أن هذه العيادة الطبية المتنقلة مجهزة بوسائل الكشف والتشخيص وكذا أجهزة إلكترونية حديثة. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022-2023 بداية من 21 جويلية القادم. وجاء في رزنامة الوزارة أن المرحلة الأولى تبدأ بالتسجيلات الأولية عبر الموقع الإلكتروني، حيث ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 جويلية، ثم تأكيد التسجيلات الأولية من 25 إلى 26 جويلية، وتتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت. وأخيرا الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 3 أوت 2022. أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتتمثل في المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة التي حددت بداية من 4 إلى 8 أوت، وبالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون من 4 إلى 11 أوت. وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رقم أخضر في إطار الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وهذا على مستوى المديرية العامة للغابات. وزارة الفلاحة أشارت إلى أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم 1070 طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة على 24 ساعة من أجل التبليغ عن كل خطر أو تجاوزات تمس بسلامة الغابات أو تهدد باندلاع نيران، في حين يندرج النداء في إطار روح المواطنة ويهدف إلى تسهيل التدخلات الأولية للقضاء على أي اندلاع للنيران أو مسبباته في حينها، الأمر الذي يستوجب مساهمة كافة المواطنين والمجتمع المدني وبالأخص السكان المجاورين للغابات حسب بيان القطاع. بينما يكبد الجزائريون عناء التنقل بين أسواق المواشي بحثا عن أضحية العيد، فظل آخرون التوجه إلى أسواق إلكترونية لها بعيدا عن السماسرة ودخلاء ألهب الأسعار مناسبتيا. الزميل حسين ديدي قام بجولة إلكترونية بين الأسواق الرقمية للأضاحي وأعد هذا التقرير، نتابع. بعد ترويج لآخر موضات الماركات العالمية من الملابس والسيارات عبر الفيسبوك، البورصة الإلكترونية تفتح مصراعيها أمام كباش العيد، وهنا عالم آخر وأسواق بلا أبواب. نعم، سلالات الكباش بالجزائر أمامك بنقرة واحدة. موالون فضلوا الفضاء الأزرق لإبراز كباشهم، وآخرون جعلوا منه ملاذا للتباهي بجودة أغنامهم، مقدمين عروضا وأسعارا مغرية. تسويق الكباش عن طريق الموقع الأزرق والفضاء الإلكتروني، كيفاش راهي تسير معكم؟ كاين إقبال؟ والله يا أخي كريم، يعيطونا في التليفون، نعطيهم فيسبوك يشوفوا في الكباش تاعهم فيسبوك، كاين الناس تشري، كاين الناس ما تقدرش تشري، وكاين الناس كل انسان كيشوف بعيني،
كل واحد كيف ما عيطوا لي من عندنا باخويا، عيطوا لي شويه من سكيده قال ما من هنا من سوق هراس عيطوا لي. شحال يديروا لك باش يا خويا؟ انا عندي من 3 ملايين ل 10 ملايين الكباش. و 10 ملايين كاين اللي يشري؟ كاين اللي يشروها. الظاهرة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تساعد على شراء الأضاحي بأسعار في المتناول وتجنب السماصرة وتجار المواسم. وش رايك فادو كاين الناس برا يتشكي بزاف من السماصرية اللي يدوم عند الموال ويعاودوا البيع برا ويدوا اكثر من الموال؟ انا يا راني مش نتاجر، انا راني موال، انا السلعة راني نشرها في الشتاء وانا اللي نكبرها وانا اللي تسمى السلعة تاعي يعني. يا اخويا كل واحد، انا ما نقدرش نهضر في قسومات الناس، هما يخدموا على ارواحهم اخويا، ربي يعينهم من ديني، كل واحد ربي يعينه والناس. انا كون يجيني تاجر انا نقول نبيع له ونزعلوا بالربح ونقولوا راهي في التربح. رحلة بحث إذن بين الأسواق الواقعية والافتراضية، دخلها الجزائريون المعتصرون بالغلاء بحثاً عن أضحية تقربهم من الله عز وجل بعيداً عن الأسعار وطرق الشراء المتاحة. ختاماً، حضرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً. كمية الأمطار المتوقعة تتراوح بين 15 إلى 25 ملم من الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة ليلاً. أما الولايات المعنية هي كل من تلمسان، سيدي بالعباس، تيار التصعيدة، إضافة إلى البيض النعامة، إنجزام وبرج باجي مختارة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.